السلام عليكم خوت ومرحبا بكم وصباحكم مبروك وفيديو جديد ان شاء الله من قلب سوق جمعة العراش والخوت تاريخ 28/1/2022. السلعة قليلة اليوم الخوت عندي لكم افتتاح بهاد الخريفين تبارك الله ديال السر الرحالي. كيداير الرحالي بخير الله يحفظك. شحال هاد الخريفين تبارك الله التمر؟ 30 تبارك الله. اليوم صابح السوق شوية منغوص شوية والسلعة قليلة هادو 30 الخوت 1500 درهم اللهم بارك تبارك الله. خريفين قيين الخوت الله يبارك بارك الله الله يبارك 1500 درهم والله يسر لك عمي الرحالي الله يحفظك. ها عندك في الدار هي مرحبا قول النميرو 06 53 20 10 22 الله يبارك والله يسر لك الله يعاونك. مشيو اتجاه اخر الخوت الله يدير الخير تبارك الله اللهم بارك. وبيض البلدي ياك بيض البلدي الله يبارك. شحال الثمن اخو عبد الله؟ كنقولوا 19 كنقولوا فاهمنا بين 19 تطلب 19 تبارك الله اللهم بارك. تطلب 19 الخوت 950 درهم شحال من راس؟ 18 حوليه الله يبارك الله يبارك تبارك الله. مليح مليح الله يبارك الله يدير الخير لكن مليح نقا نقا تبارك الله نقا مليح السلطان لكن المليح الله يعطيكم الصحه تبارك الله. شحال من راس؟ شحال من راس عبد الله؟ شحال من راس؟ 18 راس تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك. هتخلنا النمره سي عبد الله قول اخويا 06 55 12 95 85 الله يبارك 75 هي 75 في الاخر الخوت تبارك الله. سي حسن الله يعاون خويا سي عزيز بخير الله يحفظك خويا الله يبارك فيك. شحال هاد الخريفين تبارك الله سي عزيز؟ الثمن شحال سي عزيز؟ قالوا عاطينهم 27 27 توبير ديال الخرزان الله يبارك. هذا المركز منه ولا فقيه بن صالح؟ فقيه بن صالح الله يبارك. تسوق فقيه بن صالح انت؟ تسوق بن صالح انا جبان من صالح وحاق الله يبارك تبارك الله 1350 درهم 27 انا خربان مليحه مصطفى بلاتي الحدراوي بلاتي ترى عزيز عليك المليحه المال الله يحفظك الله يحفظك توبت المليحه الله يحفظك ودي السي عزيز الله يبارك 27 الخوت 1350 درهم تسهاله الله يسرك السي عزيز الله يعاونك خويا. شحال عبد الرحيم؟ السلام عليكم. شحال اخويا؟ شحال؟ 44 تبارك الله اللهم بارك 44 الخوت 2200 درهم روح مليح تبارك الله. شحال عطاك هذا؟ انا 44 ولا قطعتي ب 8 ياك قطعتي لي ب 45 لا قطعتي لي ب 8 صافي خلي بالك 45 ديتو سير لا ربع 45 صافي خليه ب 45 اصاحبي تحيد الله يربح عبد الرحيم 45 الله يربح شا 2250 درهم صافي خليه صافي عبد الرحيم الله يربح ب 45 اديتو وصافي من الهضره الله يربح حي صافي حي الله يربح صافي قيدو تما كعزين قيدو الله يبارك الخوت هذا راه خديتو ب 45 2250 درهم ما قدرتينيش بلاتي عزين بلاتي بلاتي ردي ليه دي هو واحد من هو 40 يبيعوا لي 2250 درهم نحب اللي عندك فاش حاول 50 مصطفى اخر مليح تبارك الله راه عجبني. مشيو اتجاه اخر الخوت 45 الخوت باش خديتو 2250 درهم راه مليح تبارك الله. اعز الناس اللي عندك السي عبد الرحيم تبارك الله اللهم بارك. شحال بويشا؟ 36 تبارك الله. هادي تعطات المولاه 37 قبا عليكم 36 الله يبارك تبارك الله 36 الخوت 1800 درهم المشرى هادي غير مشمشه الخوت الله يبارك. السلعه قليله نصور لكم داكشي اللي كاين في السوق الخوت الله يدير الخير الله يبارك. السوق راه خاوي الخوت راه شويه السلعه قليله
الله يدير الخير، الله يسر الامور، الله يرحمنا. راه تصب الشتا شويه، الله يرحمنا. شنو نطلب؟ 36800 درهم. شو الاتجاه غردوان؟ كي داير؟ بخير، صحه مزيان. البيض بلدي تبارك الله. شحال الثمن يا سي رضوان؟ 26. ثمن زوين تبارك الله، الله يبارك. ألف وثلاثمية وخمسة درهم الخوت. ما كاين مزاح رضوان بالشاري تيقول لنا، الله يبارك. 26 و100 ريال. هذا فريطيس ياك؟ الله يبارك تبارك الله، اللهم بارك. هذا زوينين السي رضوان، الله يسر لك رضوان، الله يحفظك. شو تجاه داير السي الحال؟ بخير، الله يحفظك. شحال هذا الخير؟ 37 تبارك الله، اللهم بارك. 37 1850 درهم. ايلي غليط وفان غلاط. الله يسر لك عمي، الله يعاونك. سي موسى كيداير؟ بخير. هذا حرش، هذا سي موسى الصغيبة فراسك. هذا يغلط في العيد؟ هذا هو اللي كيجوات العيد، اللي عارف لي يرتدي بحال هاد الحرشين فراسك. واش كاين ولا ما كايناش سي موسى؟ تبارك الله، الله يبارك. الثمن شحال ديالو سي موسى؟ هذاك ديتو ب 36. 36 ولكن شديت ملاحظ شويه. وثمن زوين؟ واه شديت ملاحظ شويه. شي 1000 اي تبيع ناقص شويه. شويه معليش، واصل واصل. تبارك الله. شحال الثمن؟ الثمن خلصوا 32600. 32600 عطاني خالد صنهاجي 1000 تبارك الله. 32 هشام 34 34 هلا عطاوك 1600 لا 1400 1600 1400 1400 32600 الخوت خلاصوا 1630 درهم. مقنعش ما كذب. هو واحد راه باقي يحفر على بطاطا. الله يبارك. 1700 درهم اللي عطاه تبارك الله. روف راه حرش، ولكن هذا راه يدير حولي غلي، راه غلاط تبارك الله في العيد الخوت هذا. الله يبارك. الله يسر السي موسى. وهاد الجويجات هما شحال؟ 57. الله يبارك. 2850 درهم هاد الجوج، جوج بهم 57. الله يبارك. الله يسر السي موسى، الله يعزك. شحال ولد عمي ولاد مدرسة؟ شحال عطاوك؟ واش روميين هادو ولا كيفاش؟ رواميين. ها؟ لا بحال روميين هادو ياك؟ ولاد الروض هادو كيقراو في التعليم الاول. لا لا روميين بحال هذيك السلعه ديال بجعد ياك؟ بحال ديك السلعه، ولاد ديك السلعه ديال بجعد. الله يبارك. روميين اخوت هادو. تبارك الله، الله يبارك. 22 تطلب فيهم؟ تبارك الله. 1100 درهم الخوت اللي يطلب فيهم روميين تبارك الله. تبارك الله، الله يبارك. كاين سير ولي على هذيك. ها؟ ياك؟ وراء العلف لي غالي وعمي، العلف لي غالي، العلف لي غالي. الله الله يصوب الوقت. اش نطلبوا؟ شحال فيها؟ 22 اخي. تبارك الله، اللهم بارك. نينو وغلا كاين؟ الله يبارك، الله يبارك. عجبوني الخرفان الخوت، عجبوني تبارك الله. فيهم راك منيضر زوين، سبحان الله سبحان الله. غربويين روميين. الله يسر لك ولد عمي، الله يعاونك ولد عمي. شو اتجاه اخر؟ كدير الحاج؟ بخير، صح مزيان. شحال هذا الخير الحاج؟ هذا شحال؟ 46 تبارك الله. جير في السن رباعي. 46 2300 درهم. وهذا الحاج 42 2100 درهم. هذا الخوف تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك. الله يسر الامور، والله يدير الخير. الله يسر لك الحاج، الله يعاونك. شحال ولد عمي؟ الثمن 13600 تبارك الله. عبورات هادو كاملات تبارك الله. 13600 ثمن زوين هذا الخوت تبارك الله، الله يبارك. 680 درهم. 13600 الله يبارك، الله يبارك. والله يسر الامور، والله يدير الخير. وتحياتي للاخوان داخل الوطن وخارج الوطن. 13600 ادخل النميرو ولد عمي. قول 0666 24 65 11. الله يبارك. والخريفين تا هما؟ تا هما الخريفين شحال؟ 20 1000 درهم تبارك الله. هادو 1000 درهم الخوت، 20000 ريال. الله يبارك، والله ييسر الامور، والله يدير الخير. تحياتي للاخ روزي، تحيه لك اخويا. السلعه قليله اليوم في السوق الخوت، اغلى مرقيقه شويه هي اللي كاينه. الله يسر لك ولد عم، الله يحفظك، الله يعزك.
دير سي بوحم بخير سي نور الدين الله يحفظك خويا. ها ندير صاحبي مالك شحال الثمن سي بوحم؟ 55 55 والد خروف تبارك الله الله يبارك استاسيه تبارك الله 55 2000 و 250 درهم 55 بلاتي ولد العم هاد شو لاحظ خلي الله يبارك تبارك الله نعجب مليح الخوت هذا اش نتا كان دايره 110 لا لا كاين المليح تبارك الله استاتيه هيا الله يعطيك الصحه الله يحفظك 110 كان دايره بحال هذا الله يبارك 55 2200 2750 درهم الخوت عفوا 2750 درهم عفوا الخوت والله يدير الخير شو الاتجاه نعجرة قليلة الخوت هنايا في رعبة نعجرة ما كاينش مليح مليح قليل في السوق مليح قليل في النعجة اليوم هنايا هادي الثمن شحال أحمد أنا الثمن ديال 45 تبارك الله 2250 درهم هادي 45 الخوت هادي تبارك الله والد خروف جيب الجموع ياك أحمد أساسية تبارك الله 2250 درهم الله يبارك أول داو شو اتجاه اخر الله ييسر الامور والسلام عليكم الخوت نختم لكم بهذا الفيديو الله يدير الخير الله يعطينا شي شبع هذا الشيء على قد نفع